إذا أردنا أن نتحدث عن ما بعد الإصابة. نعم. ما بعد الإصابة أصيب أحد أفراد الأسرة عافانا الله وإياكم، ما هو الدور الذي يمكن للأسرة أن تقوم به؟ ما هي الأدوار؟ هل هنالك أدوار محددة ممكن أن يقوم بها أفراد الأسرة حتى يعني يحدث شيء من الدعم لهذا المريض؟ بالتأكيد بالتأكيد، المرض السكر من الأمراض المزمنة، وعادة المرض المزمن أنت تتكلم على يعني مرض طويل الأمد. نعم. قد تأتي فترات للمريض يشعر بالفتور أو الضجر، عدم متابعة الأدوية، تغيرات نفسية، تغيرات ناهيك أن السكر في الأصل يؤدي إلى الإدمان، فمن الصعب على مريض السكر يعني السكر إدمان، يعني حسب دراسات إدمان مثل المخدرات يؤدي إلى تغيرات وإفراز، لكن إدمان السكر يستطيع الواحد الإقلاع عنه، فهو إدمان في مناطق يصير لها إدمان. فدور الأسرة كبير لا شك فيه، يبدأ في التعزيز النفسي، التعامل السوي، لأنه مريض السكر سواء ارتفاع السكر أو نوبات هبوط السكر قد تؤدي إلى اضطراب في المزاج. فلما يأتي هذا المريض وعنده مزاجه ما هو يعني ويدخل في شجار وعلى أشياء يعني لا تستحق، نعم صحيح، تكبر المسألة. فالقلق والتوتر بشكل عام سواء مريض السكر والإنسان السوي يؤدي إلى ارتفاع السكر. كيمياء القلق وعصبية القلق تؤدي إلى إفراز السكر. طبعا جسم الإنسان يفرز سكر، جسم الإنسان يفرز جلوكوز تلقائيا من البروتينات، ليس خارجيا داخليا. نعم. فالإنسان عندما يتعرض للقلق ويفرز الكورتيزول، الجهاز السيمباتيك الودي هذا العصبي، هذه تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر. طيب إذا هذا الشخص عنده سكر وارتفعت تزداد المسألة سوء. نعم. لكن الدعم الأسري طبعا والتعامل مع مثل هذه الحالات يؤدي إلى استرخاء، قلة التوتر، قلة القلق، فهذا يقلل مستوى السكر. واحد. جميل. الأمر الآخر مثل ما قلنا مرض مزمن يحتاج إلى متابعة مستمرة، فتنظيم الأدوية، الجرعات، لابد كذلك من متابعة الأسرة في هذا الأمر، تنظيم الزيارات الدورية للمستشفيات، تأمين وسيلة النقل، والأهم من هذا كله التعامل مع المضاعفات. نعم. مضاعفات السكر عديدة، وأهمها وأخطرها نوبات انخفاض السكر ممكن لسبب محدد يغشى على المريض، وهذا أخطر من ارتفاع السكر، لأن انخفاض السكر إذا قل مستوى السكر عن المستوى المطلوب الدماغ لا يتغذى فيؤدي إلى خلل دائم. فلابد تكون الأسرة منتبهة للموضوع هذا، وأن يكون معها دائماً حاجات حلوة، سكاكر. نعم. للحالة الطارئة، لأنه المريض قد يأخذ جرعة الإنسولين أو يأخذ الأدوية الخافضة ولا يأخذ الوجبة ويذهب في نشاط بدني أو يذهب إلى العمل، أو يقول مثلاً أفطر في العمل ويصير مثلاً حادث في الطريق تأخر فينخفض السكر، فينخفض وصارت هذه. نعم. أثناء السيارة. نعم. أمام إشارة المرور ناس فقدوا الوعي بسبب انخفاض السكر لأنه أجل الوجبة، فلابد الأسرة. نقطة مهمة الحقيقة يعني. أي نعم نعم. فكل الأمراض هذه أحد المضاعفات. المضاعفة الأخرى لابد من التأكد، مثل ما قلنا مريض السكر قد يسأم، يعني إنسان تتكلم على عشرات السنوات وهو يتابع ويأخذ علاجات يصل إلى مرحلة بعض الأحيان فيها نوع من الفتور وعدم اللامبالاة. وبالمناسبة ترى مرض السكر عديم الأعراض، يعني ما تظهر الأعراض. نعم. خصوصا المضاعفة تظهر فجأة، لكن إذا كان فيه هناك متابعة دورية من المريض أو أسرة المريض. نعم. بإذن الله تعالى تقل هذه المضاعفات، منها اعتلال شبكية العين وهذا يؤدي إلى العمى. نعم. اعتلال الكلى وهذا يؤدي إلى فشل كلوي. فشل كلوي معناه 3-4 جلسات في الأسبوع في المستشفى، كل جلسة تأخذ كذا ساعة، معناها تعطل عن العمل وأداء. نعم. الوظائف المطلوبة. ممكن يؤدي إلى ارتفاع الدهون، ارتفاع الدهون يؤدي إلى تصلب شرايين، يؤدي إلى جلطات، جلطات تؤدي إلى شلل القدم السكري. نعم. لابد أن يتم التعامل مع قدم المريض وكأنها قطعة زجاج. أعرف معنى قطعة زجاج؟ لأنه ممكن يصاب بجرح ولا يشعر بألم. وهذا الكلام يقتصر فقط على القدم أو أن كل الأطراف؟ هو طبعا التروية الدموية تقل في الأطراف السفلى. يعني. فتبدأ بالأقدام ثم الساق ثم الركبة، فأكثر الأوردة الشرايين اللي في الأطراف السفلى هي الأكثر عرضة. نعم. لنقصان التروية الدموية. يعني.
اختيار الحذاء المناسب، مثل ما قلنا إذا هناك طلعات أو في نشاط بدني أو أي شيء لابد أخذ الحيطة والحذر من حيث الإخبار. يعني يتأكد في محور في التعامل مع كبار السن، يعني في بالضبط في هذا أكثر شيء كبار السن. في حاجة اسمه العلاج الذاتي. العلاج الذاتي معناه أنه المريض يكون واعي أو أسرة المريض بحيث أنهم قادرين على قياس السكر، ضبط الجرعات دون الحاجة إلى الرجوع للمستشفى. نعم. متابعة الوزن، هذه الأمور كلها إذا ما كانت الأسرة واعية، ونحن تكلمنا في البداية قلنا دور التربية الصحية وكان لها إيقاع إيجابي في جائحة كورونا، فإذا كان دور التربية الصحية في التعامل مع مريض السكر بإذن الله يعيش مريض السكر دون أي مشاكل. نعم. إذن من ضمن العوامل المتعلقة بالمتابعة المستمرة يجب أن يكون هنالك جهاز قياس سكر قريب دائم من نعم. المريض، هنالك قياس مستمر كذلك. نعم. متابعة مقياسة للوزن. نعم. فهذه الأمور لازم تكون على الكل على دراية. نعم. المريض وأسرة المريض طبعا يتأكد هذا مثل ما ذكرنا في كبار السن، يتأكد كذلك في الأطفال لأن وعيهم قد لا يوصلهم إلى المعرفة بخطر هذا. نعم. هذا المرض. نعم. ممتاز. هل هنالك أيضا أي جزئية تتعلق بالأدوار التي يقوم بها أفراد الأسرة غير الدعم النفسي والمتابعة المستمرة؟ طبعا هي الأشياء اللي ذكرت في الوقاية لابد أن تكرر في مريض السكر. التربية الصحية، المحاور الثلاثة. نعم. مريض السكر خاصة النوع الثاني، العلاج في الأصل يبدأ بتغيير نمط الحياة. وبالمناسبة كثير من الأمراض يتشافون دون الحاجة إلى استخدام العلاج. نتكلم عن النوع الثاني طبعا. نعم. بمجرد ما يتم عمل نمط غذائي صحي مع نشاط بدني مدروس وتنقيص مع طبعا تقليل الوزن، يعني نسميه دراماتيك افكت، يعني شيء خرافي مثل ما يقال، قد لا يحتاج الى دواء وقد يحتاج الى منظم. لكن البعض إذن ليس هو مرض مزمن بمعنى ان الانسان لا يستطيع معه ان يساهم في علاجه بالسلوك وسيكتفي بالحبوب وما الى ذلك، يستطيع باذن الله. نعم. بتعديلات في السلوك، طبعا بتعديلات في الممارسات، يعتمد على الدعم الاسري. يعني الان لما نتكلم على نمط غذائي، اذا كان رب الاسره يدخل هذه المواد الى البيت، فيعني فلابد الاسره يعني النمط الحياتي كامل يتغير فيشمل الكل. النشاط البدني، وهذه مشكلتنا في هذه الايام، النشاط البدني يكاد ان يكون منعدم وخصوصا بعد جائحة كورونا واستخدام الاعتماد تقريبا شبه الكلي على الأجهزة الذكية في المدارس وفي الجامعات وفي وسائل التواصل الاجتماعات، صار الآن التواصل كله بوصل. هذا لا يمنع، هي نعمة من نعم المولى سبحانه وتعالى، لكن لابد من تخصيص نشاط بدني وخصوصا من بلغ 45 عام. هنا لا مجال، لابد الاهتمام بهذه الجزئية. بالمناسبة بما أن تفضل دكتور. أي نعم، ومثل ما قلنا الأكل والنمط الصحي والنوم المناسب، بمعنى نعيش في بيئة صحية يسودها تربية أسرية صحيحة سليمة خاصة في هذا الموضوع. وترى الموضوع هذا ليس خاص بالسكر، ترى السكر هي حلقة مسبحة، إذا انفرط العقد بالكامل. السكر هذا يؤدي إلى سلسلة من المضاعفات تصيب تقريبا جميع أجزاء الجسم دون استثناء.